البنات صافا لاباس عليكم. المهم اليوم جيت لكم انا بوصفه جديده، ولكن هذه المره غير العاده. ان شاء الله اليوم غادي نديروا غير اون فيديو صغيره، غادي نوريكم كيفيه باش نرقدوا الحامض. المهم دابا غادي نخليكم حيت انا غير قدمت هذا الشيء، وماما غادي توريكم لاستوس كيفاش. ميرسي. لاستوس البنات دابا كما كتعرفوا رمضان على الابواب. دابا انا قررت باش نبقى نصايب نوريكم كاع داكشي اللي كنوجد انايا، سي با ماشي شي حاجه اللي واعره، ولكن صافا. ان الحامض كنرقدو كيجي فريمون غزال، جوج سيمانات كيترقد كيولي زوين. ديجا كان عندي ديجا مرقد، جات ماما قالت لك عطيني قرعه عطينا، بقينا حنا بلاش، قلنا نديرو وحده اخرى لينا حنايا. كنستعملو بزاف في رمضان، وما كنبغيش نشري هذاك ديال الزنقه، كيجيني بحال دايرين فيه الكور، كيجي هاري بزاف. انا من غنوجد لكم غنوريكم كيفيه، غنعطيك نهز قرعه من ديجا اللي عندي وغنوريكم كيفاش كيجي. اللي كنحتاج هو الحامض، دابا الحامض موجود، والملحه، وقرعه كنكون ديجا معقماها غاسلها بالماء طيب وخليها تنشف. كنشد الحامض هكا، كنقطعو هكا على اربعه. كتقطعي على اربعه؟ على اربعه هكا، ولكن نحاول ما نهبطش حتى لتحت ياك، بحال هكذا. جربوه راه ماتيش تندمو، ساهله، طريقه ساهله بزاف وما فيهاش بزاف ديال الخدمه. المهم غادي نوجد معاكم الحامض المرقد بالملحه، وغنوجد معاكم ها هو كي كتشوفوا الحامض انا موجداه دايره في الماء طايب. هذا غندير به لو سيرو ديال السيرو ديال السيترا، حلو. علاش كديريه بالضبط في الماء طايب؟ باش منين نعصرو يعطيني لا كونتيتي. الليمون ولا الحامض، هذه لاستوس ديال الا بغيتي تعصر الليمون ولا الحامض، دائما بقاي ديريه في الماء سخون طيب، باش ملي كتبغي ديريه تعصريه كيعطيك بزاف ديال لو جو. تبارك الله على الشيف الظاهره ديالنا. شحال كديري من حامض؟ كندير انا داكشي اللي عندي وصافي، ما كان المهم غير غتهزي القرعه وصافي، ما كنعبر ما حتى شي حاجه، على حسب القرعه اللي عندك. وقبل ما كتشدي الحامض بلا ما ديريه في ماء سخون بلا والو، غسلتو ولا غسلتو؟ اي كتغسليه. غسلتو مزيان. دابا كيما كتشوفوا ها هي القرعه تعقمت، دايره معقمه مزيان، مغسوله مزيان. كناخذ الحامضه بحال هكا، كنحاول نحلها اسهل. حلها بلا ما ديري دي ترونش؟ لا لا، خاصها تبقى هكا. كنهز هكا الملحه، كنحاول نعمرها ملحه من هكا ومن هكا، كنجي حتى لهنا وكنديرها هكا. شتي هذاك الجو اللي كيطيح؟ كنبلاصيه لتحت. هذا راه جوج سيمانات، ولكن البنات ملي تديروه ديرو في شي بلاصه مظلمه، في شي بلاكار لور ولا تحت البوطاجي، حيت هو كيطيب دغيا. الا كان كاينه هاد الطريقه وكاينه طريقه اخرى، اللي زربانه فريمون زربانه على الحامض يترقد لها دغيا، نعطيها واحد لاستيس عاوتاني جديده. كتشدي الحامض وكديريه في كونجيلاتور ياك، حتى كيولي قاصح كالحجره، كتجبديه ياك، وكتقطعيه بحال التقطع اللي درت انايا. هذا كيوجد لكم في سيمانه، كتشديه كتقطعيه على ربعه، كتعمري تاو بالملح بارد ياك، وكديري وكتستيه ديري عليه شويه الزيت من الفوق، وديريه في شي بلاصه مظلمه سيمانه، جبديه غتلقيه راه كيكون كونجلي. انا ما كنديرش هذيك الطريقه، كندير هذه الطريقه ديجا عندي باش كنقضي. شحال خاص ديال الملحه؟ الملحة على حسب الملحة، كتعمري الملحة هكا، كتعمري الحامض، تحاولي تعمريه مزيان هكا، وكتضغطي عليها هكا، وكتحطيها في القاع ديال القرعة بحال هكا، تحاولي تزاحميهم هكا، تدفعيهم مزيان. تدفيهم مزيان باش حيت من بعد راه القرعة لي سطات. خمسة نحاول ندير هاد الكبيرة حيت كيبان ليا القرعة مغاديش تقد. فين هي القرعة الكبيرة؟ مدرتش، درتي غير هادي. القرعة الكبيرة خاصني شي كيلو ونص ديال الحامض، وهادي غتقدك. أنا كها خدامة فيها، لا مقدتنيش غادي نحبس. شوفي هانتي، خصك ديري غير وحده. لا لا، غادي قد ان شاء الله، غادي قد. دابا كيما كتعرفوا رمضان على الابواب،
بقى ان شاء الله نعطيكم كاع داكشي اللي كنوجد هنا لي زاستوس. تبعوا معايا القناه ديالي ان شاء الله غيكون جديد سيرتو لي خدامه اللي ما عندهاش الوقت. انا راه ما كنبغيش نكونجلي الحاجه الكونجلي ما كتعجبنيش، مي غنحاول نوجد لكم الحاجه اللي فيت في. انا جو بريفير ندير شي حاجه فيت في وما نديرش داكشي كونجلي. هكا تحاول تضغطوا عليه، ضغطوا عليه قد ما قديتوا، ضغطوا عليه ضغطوا عليه. بقات وحده شي فيلم ديالو ديك الماء ديالو فين كيترقد. فوالا هي قطعتنا قد ما ضغطوا عليه قد ما مزيان. هذيك الملحة اللي صاطات ما كتلوحهاش من الفوق؟ لا لا برك الملحة اللي فيه صافي. وغادي نزيدو غندير الزيت. زيت عادية؟ عادية ندير غير شي شوية من الفوق، ماشي بزاف غير شي شوية. نمسحوها ونديروها شي بلاصه فريمون ما يكونش فيها الظهر كما كتشوفوا. ها هي وجدها فيت في فيت في. شي انت ديجا هي ها الماء ديالو بدا كيطلق، شتي شفتوا كما كتشوفوا معايا ها الماء ديالها. جربوها وتشوف، ما عمركم باقيين غتشريو داك الحامض المرقد. ساهل اسهل طريقه وكيجي زوين. انا نوريكم الحامض اللي عندي انا مرقد، غنجبد لكم القرعه اللي بقات عندي كوم سا غتشوفوا. ها هما كيما قلت لكم البنات، ها هي القرعه هذه درتها دابا، درتها شي بريسك اون سيمين كير كايره باقا شي بدات كطيب. وهذه اللي كان اوتيليزي دابا كل كوتيديان ديالي هي قربت سالي لي. جبد لكم شتي كي كيجي، شوف معسل معسل. ها ها شوف كيجي غزال. ها شوف شتي هذا دوسمان شو كيولا معسل ونقي. كتعرفي كيفاش صايبتي؟ ما كاينش ما فيه لا برودوي كيميك لا كيديروا داك كيديروا دي برودوي باش دغيا كيطي كيهرا وكيطيب. ها هو فيه واحد الريحه ما نعاودش لكم غزاله صافي. ها هو بالصحة والراحة البنات، وما تنساوش ديروا ابوني فشان يوتيوب زهرة همام. ميرسي، وما تنساوش تشوركوا على الجرس باش يوصلكم الجديد.